بقي الإمام السالمي في القابل وأقام مدرسة، وكان معاضدا لشيخه الشيخ صالح حتى توفاه الله تعالى. ومن ضمن القصص التي حدثت أو التي ذكرت بينه وبين شيخه أن أحد البدو جاء إلى الشيخ الحارثي وكان في مسألة الطلاق، وأفتاه الشيخ الحارثي بأنه لا رجعة لك، لا رجعة لك، ما إلا رده. ثم ذهب ذلك البدوي إلى الشيخ السالمي، وكان الشيخ السالمي على غير علم بأن هذا البدوي قد سأل الشيخ صالح من قبل، فسأله وأجابه بأنه لك رجعة، وعلم الشيخ الحارثي وغضب وجاء يعني معاتبا بل معنفا للشيخ السالمي، وكان من ضمن ما قال له يقول تعلمتم وما تأدبتم. الشيخ صالح يقول للشيخ السالمي تعلمتم وما تأدبتم، يقول الشيخ السالمي يقول ولكنني لم أحر جوابا في ذلك الوقت لأن الشيخ صالح كانت له هيبة. رجع الشيخ إلى بيته وطلب من أحد تلاميذه أن يكتب عنه وأملى عليه الجواب وذكر فيه الأقوال وذكر فيه أدلة الأقوال في المسألة وفصل في المسألة وحقق ورجح وبين وجه الترجيح، ثم أتى إلى الشيخ وسلمه الجواب، سلمه ما حرر في ما حرره في المسألة أو أنه أمر أن يقرأ عليه. ولما سمع الشيخ الحار، طبعا نحن أتيت بهذه القصة لأبين لكم مكانة هذا الإمام العلمية ورسوخ قدمه، لما سمع الشيخ صالح ذلك الكلام وذلك التفصيل في المسألة أعجب واعتذر بعد ذلك الشيخ الحارثي للشيخ السالم عن الكلام الذي صار من قبل، وقال أنا أني قلت ما قلت من قبل لأنني أحفظ القول الذي أفتيت به من الرجل هذا عن شيخي الشيخ سعيد بن خلفان الخليلي، ولا أريد أحدا أن يخالف الشيخ سعيد. يقول لا أحب أحدا يخالف الشيخ سعيد بن خلفان الخليلي، لذلك عنفت كذلك التعنيف، ولكن بما أن الآن بينت الكلام في المسألة وفصلت فيها وبينت الأدلة ورجحت الأقوال، قال له افت من اليوم افتي ولا حرج عليك، أعطى إجازة في الإفتاء. هكذا كانت مكانة الإمام السالمي العلمي.